شادي الكرام، ما زلنا متواصلين ولكن الآن ننتقل إلى هذا المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في كييف. نستمر في التعاون مع هذه المدينة الرائعة، شكرا لك سيد الرئيس. الآن هو وقت الأسئلة، لدينا سؤالا واحدا من كل جنب، نبدأ بالجانب الأوكراني، تفضلوا. If you allow, I will start. Well, إن سمحت لي دعوني أبدأ. أتحدث عن شراكتنا مع الولايات المتحدة بما في ذلك أوضاع أوكرانيا. إن عملية توسيع قدراتنا الدفاعية وتعاوننا العسكري والتقنية أيضا في القطاعات المختلفة، دعوني أقسم السؤال إلى جزئين. أولهما أن خلال زيارتي اتفقنا جميعا أنه سيكون هناك مباحثات مثمرة فيما يخص القدرات الدفاعية لأوكرانيا، وليس فقط عمليات التطهير من الأسلحة وغيرها، ولكن أيضا توسيع القدرات الدفاعية منها الإلكترونية وغيرها، وهو ما يعزز قدراتنا الدفاعية لقواتنا عامة. حسنا، بالحديث عن هذه القضايا يتطلب الصمت اليوم، دعوني لا أعلق عن هذه القضية، ولكن أريد أن أقول بأن كرئيس أوكرانيا أنا حقا راضي بمستوى المفاوضات الحادث مع كل شركائنا وحلفائنا الاستراتيجيين ومن ضمنهم الولايات المتحدة، ونحن حقا راضون بهم وهم مقتنعون بما نقوم به. وفيما يخص السفير، دعوني أقول بأني أرحب حقا بسفير أوكر، وأقول بأننا راضون تماما بكل ما يقوم به بشكل دبلوماسي على مستوى عال، وأنا واثق حقا بأن التفاعل والمحادثات الذي يحدث على مستوى الوزارات وكل ممثلي الإدارات المختلفة سوف يوصلنا إلى نشاط راض في القضية بما في ذلك مقابلتنا مع السيد سودكوف. فيما يخص علاقاتنا بشكل استراتيجي، أنا حقا أؤمن بأنه لا هناك أي علاقة مثل هذه، وبكوني هنا أعطي هذه الكلمة يعني تقوية علاقاتنا بشكل أكبر بين دولتين. أردت أن آتي هنا من أجل فهم الأوضاع بشكل أفضل في الخطوط الأمامية، لعلي أعود إلى دولتي بكل التفاصيل التي نحتاجها كوزير للدفاع بلا الرئيس الأمريكي. فمثلا قمنا الآن باعتماد $175 million worth of equipment including some specialized